عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف الثاني المتوسط. وصلنا إلى التنظيمات السياسية في شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام، صفحة 75. يجينا سؤال: تكلم عن التنظيمات السياسية في شبه الجزيرة العربية، أو كيف كانت التنظيمات السياسية في شبه الجزيرة العربية؟ طبعا هنا راح نسوي على شكل نقاط أو الشرحونها شرح. لقد كانت القبيلة تتمتع بمقومات الدولة كافة من حيث الأرض المعينة الحدود، ولها سيادة تامة على أرضها المسمات بالحمى. يعني القبيلة هي كانت مثل الدولة، مثل الدولة. طبعا الدولة شنو مقوماتها؟ يعني شنو عناصر الدولة؟ لازم تكون أرض، لازم إلها أرض محددة، إلها حدود، وكذلك إلها سيادة. يعني إذا أكو أرض وأكو سيادة وأكو أفراد، طبعا هنا راح يتكون مفهوم الدولة. فالقبيلة كانت تتمتع بمقومات الدولة، شنو كانت بيها؟ كانت بي يعني إلها أرض معينة، وكذلك إلها سيادة تامة على أرضها. زين، ماذا مثلت القبيلة؟ مثلت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والسياسية عند العرب في عصر ما قبل الإسلام. هذا قد يجي تعليل أو اشرح. مثلت القبيلة هي الوحدة السياسية والاجتماعية عند العرب في عصر ما قبل الإسلام، كيف يعني؟ الجواب: لأن أفرادها يخضعون لأوامر شيخ القبيلة، فهي مصدر للقوة السياسية والدفاعية التي تربط بين أفراد القبيلة. يعني أفراد القبيلة لهم شيخ القبيلة يخضعون لأوامره. زين، فتعمل من أجل وحدة الجماعة وحفظ كيانها. وتمتلك القبيلة مقومات الدولة مثل ما ذكرنا، إلها أرض وإلها سيادة كافة، سواء الأرض الثابتة التي تحدد منطقة نفوذها أو المناطق التي تقع تحت سيطرتها في أثناء الحروب والغزوات. مثل ما ذكرنا أن القبيلة هي مثل الدولة، يعني إلها أرض، هذه الأرض طبعا محددة، الحدود مالتها تكون سيادتها على أرضها. زين، ولقد كان ضيق أسباب الحياة في الصحراء حافزا لتلك القبائل على التنقل والحركة والسعي وراء العيش. هنا يجينا تعليل: كانت هذه القبائل متنقلة، تتنقل من مكان إلى آخر سعيا وراء العيش. شنو السبب؟ نقول بسبب أسباب الحياة في الصحراء. يعني قد تكون يعني الحياة في الصحراء تكون ظروف قاسية، ما يقدرون مثلا يستمرون في هذا المكان فينتقلون إلى مكان آخر. صار واضح؟ بسبب أسباب الحياة في الصحراء حافزة لتلك القبائل على التنقل والحركة والسعي وراء العيش. إلا أنها في بعض الأحيان تكون لها منطقة خاصة تتجول في نطاقها، يعني لا ما تتنقل من مكان إلى آخر. في بعض الأحيان تكون لها منطقة خاصة بيها تتجول بيها تسمى الدار. هذا قد يجي تعريف الدار، وهي المنطقة الخاصة للقبيلة تتجول في نطاقها، أو قد تنشأ لنفسها حمى. شنو المقصود بالحمى؟ هنا يجينا تعريف الحمى. نقول وهي منطقة ثابتة من الأرض لا يجوز لغيرها أن يخترقها أو يستحوذ عليها. يعني شلون منطقة معينة تكون للقبيلة ما يغيروها، ما يتنقلون، لا ثابتين في هذه المنطقة، منطقة من الأرض لا يجوز لغيرها أن يخترقها. يعني إذا أشخاص تجاوزوا على هذه الأرض كأنما هو يعني تجاوز على سيادتهم. صار واضح؟ فهذه الحمى هي أرض ثابتة من الأرض لا يجوز لغيرها أن يخترقها أو يستحوذ عليها. يعني لغيرها، يعني لغير القبيلة، لا يجوز مثلا القبائل أخرى أن تخترق هذه المنطقة، لأنها تعتبر منطقة تابعة لهم ويفرضون سيادتهم عليهم. صار واضح؟ هذا تعريف الحمى. تعريف الدار وتعريف الحمى. تعريف الدار هي منطقة خاصة للقبيلة تتجول في نطاقها، أما الحمى هي منطقة ثابتة من الأرض لا يجوز لغيرها أن يخترقها أو يستحوذ عليها. زين، هذا بالنسبة للوحدة الاجتماعية والسياسية. زين، كيف كان نظام الحكم؟ يجينا سؤال: كيف كان نظام الحكم في شبه الجزيرة العربية؟ أما عن نظام الحكم السائد في تلك المجتمعات القبيلة، شلون كانت؟ كان لكل قبيلة مجلس من شيوخها يرأسه رجل يتم اختياره من بين أفراد القبيلة. يعني يختارون شخص من أفراد القبيلة يكون رئيس المجلس، مجلس الشيوخ، ويطلقون عليه ألقاب، منها الرئيس والشيخ والأمير والسيد. هذه ألقاب
رئيس مجلس الشيوخ. رئيس مجلس الشيوخ إلى ألقاب اللي هو الرئيس والشيخ والأمير والسيد. إذا يجينا تعريف الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد، شنقول؟ نقول هو رئيس مجلس الشيوخ القبيلة، هو رئيس مجلس شيوخ القبيلة، يتم اختياره من بين أفراد القبيلة. يعني شلون إحنا انتخابات ينتخبونه؟ شنو أي واحد ينتخبونه؟ لا، يشترط فيه شروط. شنو هذه الشروط؟ يشترط به توافر عدة صفات تؤهله لقيادة القبيلة، ومنها الشجاعة والصبر والكرم، ويكون ذات نفوذ عظيم ورأي حكيم. طبعا هذا هنا موجود الشرح. هنا الرئيس والشيخ والأمير والسيد، هذه ألقاب لرئيس مجلس الشيوخ. يشترط في من يتولى هذا المنصب، يعني منصب الرئيس أو الشيخ، أن تتوفر فيه عدة صفات تؤهله لقيادة القبيلة، منها الشجاعة والحكمة والصبر والكرم، وأن يكون ذا نفوذ عظيم وقوة في إدارة القبيلة، ويتحلى برأي حكيم. هذا قد يجي السؤال، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس القبيلة، رئيس مجلس شيوخ القبيلة؟ نقول تتوفر فيه الشجاعة والحكمة والصبر والكرم، وأن يكون ذا نفوذ عظيم وقوة في إدارة القبيلة، ويتحلى برأي حكيم. هذه شروطه. فهنا من نريد نعرف الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد، نقول وهو رئيس مجلس شيوخ القبيلة، يتم اختياره من بين أفراد القبيلة، ويشترط فيه توافر عدة شروط تؤهله لقيادة القبيلة، ومنها الشجاعة والصبر والكرم وذا نفوذ عظيم ورأي حكيم. صار واضح؟ هذا بالنسبة لنظام الحكم في المجتمعات القبيلة. كيف كان نظام الحكم؟ نذكر من هنا، كان لكل قبيلة مجلس من شيوخها يرئسه رجل يتم اختياره، إلى آخره، إلى آخر الفقرة. صار واضح؟ زين. سنجي إلى التنظيمات الاقتصادية. كيف كانت التنظيمات الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ تتنوع الأنشطة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بين حرفة الرعي بين القبائل المترحلة، وحرفة الزراعة في العراق وسوريا واليمن والبحرين وعمان ومدن الحجاز ويثرب وخيبر والطائف. يعني الأنشطة الاقتصادية تتنوع في شبه الجزيرة العربية بين من؟ بين حرفة الرعي وحرفة الزراعة، حرفة الرعي وحرفة الزراعة. زين. وبسبب قساوة المناخ الذي يتسم بالجفاف في موسم الصيف، فقد تميزت تلك المناطق بقلة العمران. هنا يجينا سؤال، لماذا تميزت المناطق في شبه الجزيرة العربية بقلة العمران؟ الجواب بسبب قساوة المناخ، بسبب قساوة المناخ، ولكونها مناطق جافة وعرة تكثر فيها الحجارة السوداء، يطلق عليها تسمية الحرات. صار واضح؟ هذا الجواب. هذا هنا عندنا الحرات، قد يجي فراغ أو يجي تعريف. عرف الحرات، نقول وهي التسمية التي تطلق على المناطق الجافة الوعرة التي تكثر فيها الحجارة السوداء. صار واضح؟ زين. أما في موسم سقوط الأمطار فتتحول أغلبها إلى مراعي كثيرة الخصب، ولا سيما في المناطق الواحات التي تتميز بكثرة العمران والسكان. هنا يجينا تعليل، لماذا منطقة الواحات تكثر فيها العمران والسكان؟ نقول بسبب موسم سقوط الأمطار، بسبب سقوط الأمطار تتحول أغلب هذه المناطق إلى مراعي كثيرة الخصب. طبعاً ما دام هنا عندنا شنو منطقة الواحات، عندنا أمطار، إذن راح يكون تتحول إلى مراعي كثيرة الخصب، فراح يكون بها عمران وسكان. صار واضح؟ هنا عندنا مجموعة تعاليل. زين. لقد قسمت شبه الجزيرة العربية إلى 5 أقسام كبرى. ما هي أقسام شبه الجزيرة العربية؟ هذا سؤال جدا مهم. ما هي أقسام شبه الجزيرة العربية؟ هنا عندنا أقسام شبه الجزيرة العربية. أولا تهامة أو الغور، تهامة أو الغور. ثانيا الحجاز، ثالثا نجد، رابعا اليمن، خامسا العروض. هسه راح نجي وحدة وحدة. طبعا وكل تسمية لها تعليل، لماذا سميت بهذا الاسم. زين. أولا تهامة أو الغور، هنا نعرفها، وهي الأراضي الممتدة بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر من اليمن جنوبا حتى العقبة شمالا. طبعا هذه النقاط جدا مهمة، قد تجي تعداد، فراغات، تعاليل بها، تعاليل كل نقطة بها تعليل. صار واضح؟ زين.
تهامة أو الغور، وهي الأراضي الممتدة بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر، يعني في هذه المنطقة في الساحل الشرقي للبحر الأحمر، هذا الساحل الشرقي للبحر الأحمر. من اليمن جنوبا، يعني من هذا اليمن، من اليمن جنوبا حتى العقبة شمالا، حتى العقبة شمالا، زين. ويفصلها عن شبه الجزيرة العربية سلسلة جبال السرات، يفصلها عن الجزيرة العربية سلسلة من الجبال. وقد سميت تهامة، لماذا سميت تهامة؟ لشدة حرها وركود ريحها، لشدة حرها وركود ريحها. هذا يجينا تعليل لماذا سميت تهامة بهذا الاسم، لشدة حرها وركود ريحها. زين، لماذا سميت غورا؟ لانخفاض أرضها. هذا تعليل ثاني لماذا سميت غور الغور بهذا الاسم، وذلك لانخفاض أرضها. هذا تحفظونه، صار واضح؟ إذن تهامة أو الغور وين تقع؟ تقع بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر من اليمن جنوبا وحتى العقبة شمالا، زين. يفصلها عن شبه الجزيرة العربية بسلسلة جبال، زين. لماذا سميت تهامة؟ لشدة حرها وركود ريحها. لماذا سميت غورا؟ لانخفاض أرضها، زين. ثانيا الحجاز، الحجاز يقع شرقي تهامة وشمالي بلاد اليمن، يعني هذه الحجاز، زين. يمتد الحجاز شمالا حتى فلسطين، وقد سمي الحجاز، لماذا سمي الحجاز بهذا الاسم؟ كذلك هنا عندنا تعليل مهم، لماذا سمي الحجاز بهذا الاسم؟ لأنه يحجز بين نجد وتهامة، لأن شنو يعتبر حاجز بين نجد وبين تهامة؟ بين نجد وبين تهامة، زين. يضم مدن، ما هي المدن؟ يثرب ومكة والطائف وخيبر وفدك وتيماء، هذه المدن، هذه قد تجد إعداد، ما هي المدن التي تضم مدينة الحجاز؟ نذكر هذه المدن، صار واضح لماذا سميت حجاز؟ لأنه يحجز بين نجد وتهامة، زين. ثالثا نجد، هسه نجي إلى نجد، وهي الهضبة الوسطى في شبه الجزيرة العربية، وتقع بين اليمن جنوبا وبادية السماء وشمالا، هذه نجد. نجد تقع بين اليمن جنوبا، يعني هنا عندنا بالجنوب هي اليمن، هذه بالجنوب هي اليمن، وبادية السماوة، طبعا هذه شنو، هنا عندنا العراق، بادية السماوة شمالا، وأطراف العراق غربا، هاي جهة الغرب، غرب العراق، زين. وقد سميت بهذا الاسم، لماذا سميت نجد بهذا الاسم؟ لارتفاعها عن سطح الأرض، عكس الغور انخفاض أرضها. أما نجد لماذا سميت بهذا الاسم؟ لارتفاعها عن سطح الأرض، زين. هسه نجي إلى اليمن، اليمن يمتد من نجد شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، هذا اليمن، منين يمتد؟ من نجد شمالا، هذا نجد شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، هذا المحيط الهندي، زين. وعمان شرقا، وعمان شرقا، هنا من جهة الشرق هو عمان، زين. وسميت بهذا الاسم، لماذا سميت بهذا الاسم اليمن؟ لأنها بلاد يمن وخير وبركة، يمن وخير وبركة، هذا هنا تعليل لماذا سميت اليمن بهذا الاسم، لأنها بلاد يمن وخير وبركة، زين. هسه نجي للعروض، العروض تشمل بلاد اليمامة والبحرين، هذه منطقة العروض، زين. تشمل بلاد اليمامة والبحرين وسميت عروضا، لماذا سميت عروضا؟ لانتشار جبالها بين اليمن ونجد والعراق، هذه هنا عندنا العروض تنتشر جبالها بين نجد واليمن والعراق، صار واضح؟ هذا بالنسبة لي أقسام شبه الجزيرة العربية، هذه الأقسام جدا مهمة، تحفظوها كتعريف، كموقع وين تقع، كتعاليل، كل نقطة لها تعليل لماذا سميت بهذا الاسم، صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.